ما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة أم محمود، كنتمنى تكونوا بألف خير. وضمن سلسلة تحضيرات رمضان اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مملحات أو ميني بيتزا بواحد العجين إسفنجي وجد قطني بمقادير مضبوطة وناجحة من أول مرة، وكذلك بصلصة هائلة، صلصة جد سهلة وبسيطة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم. كيف ديما ما تنسوش تشجعوني بإعجاب واشتراك وتشاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نطورش عليكم ونخليكم مع الفيديو إلى الآخر باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. عندنا 300 غرام ديال الدقيق الفورس، ما يعادل 3 كؤوس ديال العنبة. عندنا 200 غرام ديال الدقيق الفينو، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبة. عندنا نصف كأس زيت الزيتون. عندنا ملعقة كبيرة سنيدة، ملعقة صغيرة الزعتر، الملح حسب الذوق، ملعقة كبيرة خميرة العجين، والماء الدافئ باش نجمعوا العجينة. ناخذ إناء نوضعوا فيه الدقيق الفورس ونضيفوا الدقيق الفينو غادي ندير واحد الحفيرة في الوسط ثم نضيف لها السكر سنيدة وملعقة كبيرة من الخميرة نضيف لها شوية الماء باش هاد الخميرة دغيا تتفاعل نضيف ملعقة صغيرة من الزعتر كنحكو بين يدينا باش يخرج منه النكهة ديالو نضيف نصف كأس من زيت الزيتون نضيف الملحة نجمعوا العجين ديالنا وغادي نضيفوا الماء تدريجيا باش نجمعوا العجينة ديالنا كندلكوا العجين جيدا كتكون العجين رخوة وما كتلتصقش في اليد بعد ما دلكت العجين جيدا غادي نديرو في واحد الإناء وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو ها العجين ديالنا بعد ما اختمرت فغادي نقسمها على جوج باش ما تغلبنيش حتى نشكل الجزء الاول ثم ننتقل للجزء الثاني غادي نرش شويه تاع الدقيق وغنقرص العجينه راه العجين ناجح كيجي رطب جد قطني وخا المكونات اللي فيه من ابسط المكونات كنقطعوا العجين على شكل دائري انا كنستعمل هذا الطابع وغادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل جميع العجين بعد ما قطعنا العجين ديالنا كنوضعوه في الطاوة وكنتقبوه بهاد العود باش ما ينتفخ وندخلوه الفرن على درجة 180 مدة 10 دقائق ماشي يتحمر غير ينشف واحد شوية ونخرجوه ها هو العجين ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن كيجي على هاد الشكل كما قلت لكم فهو ناجح 100% وسهل التحضير
نمر الآن إلى مقادير الحشو، وكنحتاج ملعقتان كبيرتان من مركز الطماطم، الزيتون الأسود، بصلة خضارية مقطعة دوائر، فلفل أخضر مقطع رقيق، جبن الموتزاريلا، عندنا الفلفل الأسود والكمون وقليل من السكنجبير، والثوم محكوك، ملعقة صغيرة تاع الزعتر، والثوم ملعقتان من زيت الزيتون. ودابا غادي نحضروا الصلصة ديالنا. كناخدو كاسرول كنديروا فيها الطماطم المركزة، كنضيف فوقها الفلفل والسكنجبير والكمون والملح، رأس معلقة من الثوم والزعتر وزيت الزيتون، كنضيف القليل من الماء وكنوضعوه فوق النار حتى يغلي مزيان. فهاد الصلصه كتجي لذيذه وسريعه. هاي كيف ما كتشاهدوها من بعد ما وجدناها، دابا غنوضعوها فوق البيتزا. غادي نوضعوا شرائح البصل على هذا الشكل، كنوضعوا الفلفل مقطع طريفات صغار، ثم كنضيف الطون من بعد، كنضيف جبن الموتزاريلا والحشو حسب الاختيار كل واحد باش كيعمرهم. مهم انا درت لكم شي حاجة بسيطة وسهلة كتوجد بسرعة. كنوضع الزيتون الأسود ودابا غادي ندخلوها الفرن حتى تحمر واحد شوية ومن بعد نخرجوها. الميني بيتزا ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه كيف ما كتلاحظوا، العجين رطب احسن من ديال المحلات، وكتعجب الاطفال بزاف كيف ما كتلاحظوا، كتجي يا سلام. كنتمنى تجربوها، فعلا تستحق التجربة. كنتمنى تديروا لي لايك واشتراك وتعليق يكون في محتوى الفيديو، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير برا قل يا ربي يا
لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل